خبر الجلسة صباح الفل، يعني فاضل على تطوير التشكيلة بتاعتنا يومين عشان أنا بدأت أشوف صياح كتير في الكومنتات. فيا جدعان والله العظيم خلاص يومين وهنطور التشكيلة بتاعتنا عشان خلاص الباكج بتاع الألتيميت توتس فاضل له عندي 20 نقطة فقط وهناخده. يعني إحنا هناخد ال10 نقط بتوع بالليل وبكرة هنطوره على طول ونطور التشكيلة وناخد الباكج، ويا رب زي ما أنا قلت لكم إيه يعني يجي لنا لاعب حلو وما يجيلناش أي حد من ال 98 ولا أي حاجة من الحاجات دي عشان الواحد ما يكتئبش ويتخانق ويكره اللعب. المهم يلا بينا كده، اللي مش عاملين لايك اعمل لايك، اللي مش مشترك في القناة اشترك ويولع معانا الدنيا، ولا بينا كده تعالوا نفتح المقايضات ونشوف الاجواء والدنيا بتاعتها عامله ازاي. معانا 3000 جوهره، انا مش عارف جم منين بس يعني رزق رزق وجنه. فيلا نفتح بينا، احنا دايما بنفتح الباكج ده كل فيديو بقالنا مده كبيره ويلا بينا. فتحت على طول، يا رب يجينا محرز. كويس ان هو جاله 94، لا ده الواد بس كويس ان هو جاله 94، يعني كويس ان هو جاله 94 94، كويس ان هو جاله الواد ده 94، كويس قوي تمام. وناوي على تطوير تشكيله ضخم، يعني ناوي ان انا اعمل تشكيله جامده فشخ بجد والله، وهتشوفوا الدنيا عامله ازاي والاجواء عامله ازاي. تعال نخش على المقايضات ونشوف المقايضات بتاعتنا انظمها والدنيا بتاعتنا انظمها. نفتح الباكج ابو ثلاثة ده، وعلى امل ان يجي لنا حد منه، يعني انا نفسي يجي لي حد منه كبير يعني مالديني حد زي كده، بس صعب صعب، انا شايف ان الحوار صعب. مثلا ممكن نحط الواد ده والواد ده والواد ده وفاردي، حط فاردي كده كده ملوش لازمة ماشي. مالديني بقى، هاتولنا مالديني، هاتولنا مالديني ده بقى، هاتولنا مالديني ده بقى والله العظيم نفسي فيه. يلا اعمل لايك يا اسطى، عملت لايك يا اسطى ولا منفض ولا انت يعني اطلع لك فيس كام كل سنة وانت طيب. يلا يلا مالديني بقى، اديني ايكون يا رب. عالم جديد، عالم جديد، السيتي جديد. ليفاندوسكي ده ولا مين ده؟ روبرت ليفاندوسكا، روبرت ليفاندوسكي 95. طب كويس والله كده احنا يعتبر معانا والله. طب ليفاندوسكا حلوة يعني، البدني بتاعه 92 ده جامد جامد والله. ماشي ماشي يا روبرت ليفاندوسكا كده احنا يعتبر بصوا معانا 2 لعيبة، معانا نيمار وليفاندوسكي. لو جالنا 2 كمان ممكن نفتح الباكج ده والله، يعني تيجوا نشتري لعيبة ولا بلاش؟ مش عارف صراحة، يعني الواحد مش عارف. ممكن والله يعني ممكن نشتري 2 لعيبه 95. تعال نبص على الاسعار، بس هنضطر نصرف 60 مليون. انا شايف ان بلاش بلاش، وخلونا نتقل كده، يمكن بكره لما نعمل مقايضات ولا حاجه يجي لنا لعيبه ويجي لنا حاجات زي كده. تعالوا يلا بينا بعضنا نلعب الديفيجن زي ما احنا كده، ونشوف الجيم بلاي والحلقات بتاعت الجيم بلاي زي ما هي، ونغير الملعب. خلي الملعب كده يا عم ايه مشمس زي الحر اللي احنا فيه، بس يا رب الحر ده يخف، ممكن الحر دي تخف ودينا تظبط. داخلين ضد واد مليون 35 اوفر التشكيله بتاع الهجوم 100 والوسط 101 والدفاع 98 على الرجم. بجد بنزل لكم فيديوهين في اليوم، فيديو دلوقتي فيديو الساعه 10 بالليل يا جدعان. داخلين ضد كرويف وريبري، الناس كلها مدوره تشكيلاتها الا احنا، وبلينجهام ومش عارف ايه، والناس كلها عشان مطوره تشكيلاتها خدت لعيبه واحنا لا. يعني حتى اللي مطور تشكيلته وظبط الدنيا اتفاجئ بلعيبه في اخر كام يوم كده جات له، انما احنا لا. جود جيم، خد يا حبي خد يا حب اللايكاي، خد يا حب اللايكاي. ماشي نقفل بقى، احنا مقفلين ولا ايه الدنيا؟ يلا بينا يلا بينا يلا. طب ايه اللي حصل عليا ولا عليه؟ علي انا. طب ولما هي عليه؟ طب ما تسيبوا لي الكوره، ما الكوره كانت معايا. ماشي الله ينور الله ينور، عرفه الله ينور. ماشي ايوه ايوه يا لا حرام، اقسم بالله صليبه جديد ليه كده يا جدعان؟ ايه التحركات بتاعت صليبه جامده ليه قوي كده؟ ده انا متعود ان الباصه دي بتوصل. جيرمالدو 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 واقف بيتفرج على الكوره. ماشي المباراه شكلها بادئه مهطله، شكل المباراه بادئه بهطل من الطرفين، يعني الطرفين بيهطلوا شكله. يلا بينا يلا 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 يلا، رجع ورا يلا. ايه ده ايه ده يا ابن اللذين يا ابن اللذين يا ابن اللذين، اي يا الفرنبونج حرام عليك. يلا يا جدعان، واحد متشوق فشخ والله لتطوير التشكيله، ومتشوق فشخ ان انا ايه اغير التدريبات، اغير التدريبات كده.
واظبط لكم كمان حاجات كده معينة هتتفاجئوا بيها لما نيجي نطور التشكيلة في التبديلات بتاعة التشكيلة اصلا. خلص يا بيت يا ابن اللذينة، حرام والله العظيم، المفروض بيتك كان يجيبها يعني، ما جايلك زبط. يلا دي ليخت باور هيدر، ولا اي نيلة ولا اي نيلة. يلا الجنيولا حلوة، ماشي 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 خلاص، يعني كده انتهى الشوط الاولاني بصفر صفر. ماشي يا عم في الجامدة منه، الشوط الاولاني بصفر صفر، بس مش عمال ده لايك، عمال ده لايك كده ويزق معانا الدنيا كده، علشان يعني حلاوتنا في حلاوتنا. يلا يلا يابا، يلا عم بتت غد الفرمبونج، فرمبونج جد الجينيولا المودريتش. يلا حدث اليورو نازل، شفت فيه اللعيبة اللي نازلة؟ يعني لعيبة تجرف بصراحة، ما فهمش غير خلد بصراحة، يعني لعيبة تجرف، اوفرات تجرف، ما فهمش غير خلد. ايوه كده عاش الله يا خلد، ما انت خدتها من الرئيس يا اسطى، خدتها من الرئيس ولا ايه الدنيا، ولا انت مش معايا؟ ماشي احنا مقفلين صح، مقفلين مقفلين ما مقفلين، والدفاع بيخارق. الجيمبلي حلو يعني، الجيمبلي اصلا كان كويس من الاول يعني، ظبطوا الدفاع اكتر انا ملاحظ كده، بس هو في الاساس كان كويس يعني، ما كانش وحش، هو في الاساس كان كويس ما كانش وحش، بس ظبطوا تحركات الدفاع اكتر، اللي هو ان انت تنفع ترجع لورا وكده. يلا اطلع اطلع رافائيل لياو، اطلع ماشي، حلوة 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 حلوة. صعبة صعبة، اتزنقت بصراحة، ولو كنت عملت لين تشينج ولا أي حاجة كان طلع بره أساسا. ماشي نستا، ده عايز يرجع لنا بمرتدة يا جدعان، قفله ماشي. حلوة بصراحة بصراحة، هو لعبة حلو، أنا معرفش إن ده جورزينيو، أنا أفتكره خلد، فكنت مطمن له، إنما جورزينيو هي ممكن يفشخ. يلا ماشي ماشي، انتهت المباراة كلها صفر صفر، على الروجان منه في الجمدان منه، حلو حلوة الدنيا، الدنيا لطيفة، يعتبر لسه مسخن، لسه صاحي من النوم، لسه بستوعب، لسه مسخنتش، لسه ما دخلتش في الأجواء، تعالى نخش في الأجواء ونسكع الدنيا ونطرش من الدنيا خالص. تعالوا بس نغير اللبس اللي احنا لابسينه ده المعفن، عشان الواحد بيزهق بسرعة، بس أنا لسه ما دخلتش في الأجواء، ولما أخش في الأجواء كده هخرب لكم الدنيا. يلا بينا كده نغير اللبس الأرسنال المعفن اللي احنا لابسينه ده، هات لي يا عم غرفة تغيير الملابس، هات لي غرفة تغيير، هات السنة القمرية الجديدة دي عشان ربنا يفتحها في وشنا، بس يا رب ما نخشش ضد اي حد لابس ابيض، عشان ايه ما نتجننش يعني، عشان ما نتجننش، مش طالبه ايه الموضوع جنان. يلا بينا يلا بينا يلا بينا كده في الرواقان. عملت لايك يا اسطى ولا ما عملتش لايك، ولا بتتفرج كده وخلاص، ولا ايه الدنيا؟ ظبط لك الصوت النهارده اهو، الصوت مظبوط، الصوت مظبوط وكل حاجه مظبوطه، في الرايق يا اسطى في الرايق. داخلين ضد دروجبا 30 رانك، كومان كيم من جاي، ماشي 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 ماشي، لعيبة ده هيبقى أسطورة يا رب، بخاف من اللعيبة التلاتين رانك دي، زي اللعيب اللي عندي رافائيل ياو، جامد أوي جامد أوي، فكر أبيع صلاح يا جدعان وأشتري حد تاني مكانه أصفر، فكر يعني، فكر أبيع صلاح وأجيب مالن، مالن أصفر، مش عارف هل الخطوة دي اللي أنا مقدم عليها صح ولا غلط، خصوصا إن مالن رجله ضعيفة في الأر دبليو فضبطان. ليه كده؟ ليه كده بس؟ عاش يا دينيستا والله العظيم جامد فشخ. الواد تشكيلته كلها داخلة علينا هجوم بشكل حلو فشخ، الواد لعب، كارلوس البرتو لعب باصة جامدة موت بصراحة، كارلوس البرتو لعب باصة جامدة موت. يلا اوف، مال كومان شديد قوي ليه كده يا جدعان، واسرع من رافائيل لياو، غريبة يعني.
يلا يلا، مش كده والله، قصدي لصلاح يا جدعان، قصدي لصلاح، وشايف على عدة رجلي فعشان كده شوت ارتو على طول. ماشي، الواد بيلعب شكله كويس، شكل الواد بيلعب كويس. هات بس الكرة دي، يلا يلا. عاش عاش يا مودريتش، عاش في الجامعة. ده بمسح الموبايل عشان ايه؟ السخونة، ايه السخونة في الليمونة، سخونة الموبايل شديدة. اه ماشي، عاش يا مودريتش والله. بص بص بص، جمدان والله يا مودريتش، جمدان يا مودريتش يا اخويا. وتنزل اوسيمين، نزل اوسيمين بكام؟ دروجبا، نزل اوسيمين بكام؟ دروجبا. الواد بساطه حلوه قوي يا جدعان، مش عارف عشان معاه دي بروين ولا هو الواد بيعرف يباصي، بس الواد بساطه جامده فشخ، البساطه بتاعته بتعدي 5 6 لعيبه. والنبي حكم خلينا اكملها، يمكن تبقى اجيب بيها هدف. يا حكم ده انت مقرف والله، نفسي يدي فرصه في الهجمه يعني. فيفا ما بيدوش خالص، فيفا ما بيدوش خالص، خلاص بتشوف الوقت خلص، خلاص خلص يعني، فاهم؟ تبقى انت متابع الوقت وتريح نفسك، ما تهجمش. يلا يا ولاد اللذينه، عملتها هجوم عليا يا اسطى ولا ايه؟ انا مقفل، نبي حرام حرام يا جدعان والله العظيم حرام، العك اللي حصل ده يعني، ما هوش مهاري للدرجة دي انه يعمل كل الحركات دي يعني. بص حرام والله، اديك خدتها يا بت، الكرة اتزحلقت كده راحت رجعت له تاني، زيكو اتزحلق كده، اتزحلق بس ما وجعش، راح رجع خدها تاني، جلش كده جلش، زيكو اتزحلق. تعالى بقى يا رب ما تكونش عليا، بس بعد كل عليا قرف قرف، هو اللي داخل فيا وعليا. ماشي يا فيفا، ماشي يا فيفا، باصي بقى، باصي بقى، ما تقرفوناش. ده قرف يا جدعان، قفل يلا، اصل حرام لو فاز بصراحة، حرام لو بعد كل ده هو اللي فاز. يلا عاش ياط، عاش الجنيولي، اح يا جدعان، اح يا جدعان، ده الدفاع بتاعه كله دخل في الملعب يا جدعان، دخل في الجون ده، ما يرضيش ربنا، ده دفاع دخل في الجون يا جدعان. عاش يا بتت، بس الدفاع بتاع الواد دخل في الجون ازاي كده؟ يلا انت طلقة اساسا. ماشي اديني في القرف منه، اديني في القرف، القرف قرف. لا 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 لا، مش عارف ليه اتضايقت وفصلت، اقسم بالله والله العظيم حرام يعني. اتنين داخلين عليا دفاع، اتنين داخلين عليا دفاع، وسبحان الله شط الكورة، اول لما شط الكورة راح الحارس نام في الارض راح واخدها. اه يا جدعان ماشي، مباراة بقت اصعب، الدنيا بقت اصعب، الاجوان بقت اصعب، الدنيا حلوة، الدنيا لذيذة منه. عامة يا جدعان يعني نكلوز الفيديو ده على كده، وهنتقابل في فيديو تاني بالليل كده، نعمل تشكيلات ونعمل حاجات كده ونتكلم عن الحدث اللي جاي.